إنه الطريق إلى مشرع بالقصيرية، المدينة التي تأسست عام 1913. الفلاحة الصناعية ذات أهمية اقتصادية كبيرة في قلب سهل الغرب، ليس بعيدا حوالي مسافة 17 كيلومتر، يقع موقع باناسا الأثري الذي يعود للفترة الرومانية. عمل بالقصيري تأسس عام 1947. الفريق لم يحقق إنجازات وطنية تذكر، بين اليوم والأمس حكاية. حالة هذا الملعب لا تعكس تاريخ الانطلاق. فوجئنا كثيرا بواقع أرضية لا تشجع أبدا على العطاء. الملعب دون أي مرافق، مشاهد البؤس في كل مكان، مدرجات آيلة للسقوط. صراحة لا يبدو هنا أي اهتمام.